تشابك الأيدي والسواعد في رعد الشمال للتدريب على مواجهة أخطار الإرهاب والتدخل. تؤمن الحماية اللازمة لهم من الأسلحة الشخصية وشظايا القنابل، ولها القدرة على كشف العوامل البيولوجية والحماية منها. عربت ناقية صواريخ التو، وهي صواريخ موجهة للوحدات الأرضية، تستخدم ضد الدروع والوحدات المدرعة، ولها قدرة تدمير عالية للمصفحات والدبابات المجنزرة. ناقلات الجند المدرعة البرادلي، هذه هي ناقلات الجند المدرعة البرادلي، تمر من أمام مصدر ثباتها وتدمير العدو وتشكيلاته. دبابة البرامز ميم 1-2 من أحدث دبابات العالم، 155 ملم، اليد الطولى للقائد الميداني، تقدم نيرانه الكثيفة إسنادا نيرانيا لاريا للقائد الميداني لإخماد وإسكات وتحييد العدو، فهو أداة حسم في أرض المعركة. عربة محطة أنواء جوية، وهي عربة الرصد. أنظمة صواريخ البيتريت، وهو إحدى أنظمة قوات الدفاع الجوي، نظام متوسط المدى مضاد للطائرات والصواريخ. يليه نظام صواريخ الهوك، إحدى أنظمة قوات الدفاع الجوي متوسطة المدى، له القدرة على اكتشاف وتدمير التهديدات الجوية المعادية والتعامل مع التشويش الإلكتروني. وجند سلمان طوفان وملحمة تضج بالبيداء إعصار وتقتحم. نظام صواريخ الشاهين، إحدى أنظمة الدفاع الجوي، سلاح قصير المدى مضاد للأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة ومنخفضة جدا، يتميز بدقة التدمير وكثافة النيران. بلادنا قلب لجته رهينة، ومرعى البحر أحسن كل شيء إذا لبست قواربه سفينة. تشاهدون الآن زوارق الاقتحام الخاصة والتي تستخدم في إسناد عمليات مكافحة الإرهاب البحري. وزارة الحرس الوطني السعودي تمتلك مجموعة متنوعة من التسليح الحديث والبالغ التطوير، ومنها ما يلي: رادار سكوير، هو رادار للمراقبة وكشف الأهداف المتحركة لحماية الأهداف ذات القيمة العالية. صواريخ عربية القتال المدرعة PMP-3، وهي ناقلة برمائية من الجيل الثالث، ولديها القدرة الفائقة على مقاومة الدروع والدبابات. الدبابة لوكلير ذات القدرة التسليحية، مدفع G6AR155، يعمل بمهام الإسناد المباشر والتعزيز لقوات المناورة بكثافة نيرانه وقوته التدميرية العالية. ويليه آلية الهاون 120 العقرب، وهو سلاح إسناد نارية قريب لوحدات المناورة من 4 أفراد، مزود بسلاح هاون 1.67 ملم، وبإمكانها حمل أسلحة مضادة للدبابات تستطيع السير بالوقود مسافة 500 كيلومتر. دولة قطر، دولة العز والإباء والمحبة والإخاء، تشارك أمام